ضيفي من اسطنبول المحلل العسكري والأمني العقيد أحمد الحمادي. أستاذ أحمد، أمنيا نتحدث الآن، هل يمكن حل هيئة تحرير الشام بسهولة؟ كيف سيكون موقف، يعني موقف قائد الفصائل؟ هل سيكون هو ضابط لإيقاع هذه الفصائل؟ وماذا لو تم تشكيل جيش الآن؟ ألا يخشى من تصادم هذه الفصائل مع الجيش؟ من خلال خبرتك العسكرية والأمنية أستاذ أحمد، تفضل. حياك الله أستاذ. طبعا الفصائل القتالية وهيئة تحرير الشام الذين وصلوا إلى دمشق وبسطوا سيطرتهم وفرضوا يعني انتصار للثورة السورية بشكل كبير وفرار الأسد من دمشق، بالطبع هذه الفصائل كلها كان هدفها هو إسقاط النظام، وها هو قد أسقط هذا النظام. فأتوقع بأن خلال المرحلة المقبلة إذا كان هناك هيكلة حقيقية للجيش لا حاجة لهذه الفصائل نهائيا، ربما يتم دمج بعض هذه الفصائل أو الأفراد مع الجيش الذي هو يعني موجود اليوم على الأرض، مع في هناك عدد كبير من الضباط المنشقين، هناك عدد كبير من صف الضباط والجنود، هناك الاستفادة من الخبرات المتواجدة حتى مع الجيش. يعني سيادة العقيد، كيف يمكن فصل المقاتلين عن عقائدهم؟ أنت تتحدث عن مقاتلين لديهم عقيدة دينية مع عسكر، كيف يمكن دمج المتدين مع العسكري في بوتقة واحدة؟ يعني استاذ معن، يعني الفصائل ليست كلها لا هيئة تحرير الشام، ولكن اقول لك بكل صراحة بان الشعب السوري هو المتواجد مع كل هذه الفصائل. يعني لا يوجد هؤلاء الفصائل او هذه الجنود الذين يتحركون اليوم هم أو هم لديهم أجندات معينة، هم أبناء السوريين، كلهم سوريين، وبالتالي هم يستطيعون تجاوز كل هذه العقد والوصول إلى جيش يليق بسوريا الحضارة وبسوريا المستقبل. لا يوجد هكذا أمور، كما رأينا اليوم عندما تحركوا سوية كل الفصائل، الجبهة الوطنية للتحرير، الهيئة، جيش العزة، فصائل الجيش الوطني، كل هذه الفصائل عندما يكون هناك هدف وطني لا أتوقع بأن أحد ينسحب من العمل الوطني نهائيا. اليوم الجميع مدعو لخلع كل العباءات السابقة والانصهار اليوم في خدمة سوريا المستقبل، خدمة سوريا الدولة التي تريد لشعبها أن يعيش العيشة التي تليق بالشعب السوري أصحاب الحضارة الضاربة في التاريخ. لذلك لا أتوقع بأن طيب. الشعب السوري الذي قاتل داعش وقاتل التطرف بكل أشكاله يوم يقبل بأن يكون هناك تطرف في الجيش أو في المؤسسات أو في أي دائرة من هذه الدوائر.